بسم الله الرحمن الرحيم. إلى تلاميذ الصف الثالث ابتدائي، معكم معلمة مادة اللغة العربية. درسنا اليوم الحمار والثور. سنقوم بقراءة الدرس مع الحركات. كان لفلاح حمار وثور، وكان الفلاح يركب الحمار مرة في الأسبوع ليذهب إلى سوق المدينة، ويأخذ الثور إلى الحقل ليحرث الأرض كل يوم. وفي أحد الأيام قال الثور للحمار: لقد تعبت كثيرا، إلى متى أعمل في الحراثة؟ قال الحمار: تمارض. ما معنى كلمة تمارض؟ معناها تظاهر بأنك مريض، ولا تأكل علفك. فإذا رآك الفلاح على هذه الحال تركك ولم يأخذك للحراثة. وفي صباح اليوم الثاني جاء الفلاح فوجد الثور نائما لم يأكل العلفة، فتركه وأخذ الحمار إلى الحقل وحرث عليه طوال اليوم. تعب الحمار تعبا شديدا وندم على ما قاله للثور. ما معنى كلمة ندم؟ معناها أنه لام نفسه على ما قاله للثور. وفي المساء عاد الحمار من الحقل فسأله الثور: كيف حالك يا أخي؟ قال الحمار: أنا بخير غير أني سمعت الفلاح يقول لزوجته: إذا بقي الثور مريضا بعته على الجزار قبل أن يموت فأخسر ثمنه. خاف الثور فنهض وأكل علفه. وفي الصباح جاء الفلاح وأخذه إلى الحقل، فمشى الثور بنشاطٍ.